بالصبر وصبر هو الحل، يوم ما يصبر اولا دايما. السلام عليكم، كنتمنى هذا الفلوق تبارطاجيوه بزاف بزاف. يقول لك البراني عقوبته لبلادو، فالبلاد ديالك هي اللي هي اللي كتهزك، وهي اللي كتهزك هبالك، وهي اللي كت يعني شحال ما تهربتي كتبقى بلادك هي بلادك، كيبقى المغرب هو المغرب، كيبقى الحياه ديالك فين تربيتي اول مره. شنو نقول لكم اخوتي، انا اليوم راني في الزنقه، الحوايج ديالي هما في الزنقه، كنفكر كيفاش غادي ندير ليهم، ما قدرت نعيط حتى شي واحد نقولها ليه. انا في الزنقه دابا، حوايجي هما في الزنقه، فخصني نخليهم. انا شي حاجه اللي باغيها، وداكشي اللي ما باغيش نخليه عند نخليه هنا، ولا نلوحو في الاوبال، ولا نلوحو في شي طار روح حاشاكم، وشي الاخر غنهزو ونهز الباليزه اللي مهم، حوايج اللي مهمين، وندخل المغرب، ندخل بحالي. درت بزاف ديال المجهود، يعني مجهودات، درت بزاف ديال المجهودات انني باش نتقاتل، نبقى هنا نتقاتل على ان الوليدات نشوفهم، الولاد ديالي. مي ما الله غالب، ما يعني الله غالب، ما قدرتش، ما قدرتش، ربما الحظ ما ساعدنيش. فأنا هذوك الولاد ربما يشوفوا هذا الفيديو، هذا واحد النهار هاد الولاد يشوفوا هذا الفيديو، يعني هي تقدرش انني نقاوم باش نشوفهم، ولا نبقى هنا. ربما هي درت مجهود، خصني يسمحوا ليا اني درت مجهود بزاف. تكرفصت بزاف باش غير باش نشوفهم، يلا ما كتبش تي ما كتبش الله، ما عندي الزهر، ما عرفتش، درت جميع المحاولات. المهم انني كنتعامل مع الناس مزيان، ولكن دائما كنلقى معاملة خيبة من اقرب الناس ليا، ولا الناس اللي كنعرفهم. درت جميع المحاولات انني باش نبقى هنا ونشوف الاولاد، لكن خليت ما درت، يعني بغيت نخدم، بغيت نتقاتل، بغيت ندير حياتي، بغيت نتزوج، بغيت نصيب بزاف الحوايج باش على الاقل هذيك المحاميه تقول لي دير، قالت لي خاصك ضروري السكنه باش نقدر نعطيك ولادك فين تشوفهم. بالله غالب ما خدرتش درت جميع المحاولات، ف على الاقل ندخل بلادي. اي واحد ناس ما تيبغيوني، ناس تيحترموني، ناس تيعرفوني، فوالا بزاف المحاولات. حاولت انني نشرب شي حاجة ولا نموت، ولكن كنقول مؤمن مصاب، يعني خصني نصبر. فهمتي، شوفوا حوايجي هما مليوحين مليوحين، نفس القهر توبة. الباليزة هما لهي، الباليزات لهي، يعني درت جميع المحاولات، الله غالب. داو معايا، داو معايا غير بالصبر والصبر هو الحل، داو معايا بالصبر، أولا داو معايا أنني أن الله تبارك وتعالى صافي وصلت للحد ديالي، أن الله تبارك وتعالى يقتلني كاع، صافي وصلت للحد ديالي، بغيت نقتل راسي، نطيح، مقدرتش. لا غالب.
يعني الرجال ما كيبكيو حتى كتوصل للعظم، فهمتي كتوصل الانسان للعظم عاد يقدر الراجل يبكي فوالا. فانا وصلتني للعظم، شكرا لكم كما كدعموني، انا كنعاود لكم حياتي كلها، واخا انا كنضحك معكم القلب ديالي دائما عامر، دائما القلب ديالي عامر، عمري ما كنت فرحان ولا سعيد ولا. شكرا لكم، السلام عليكم، شكرا.